إذن شو الطريقة اللي بنعملها؟ رح نعمل assumption أول شيء assume. Is in the controllable canonical form. وبتذكر controllable canonical form شو كان عندي؟ كان عندي يا أول رو يا آخر رو من A في الأرقام مش هيك؟ والأوف diagonal كان واحد والباقي زيرو. فإذا بتحطه بشكل عام يعني كأني بقول بالcontrollable canonical form عندي أرقام هون مثلا ناقص 6 ناقص 11 هدول كلهم أرقام. عندي هون الdiagonal زيروز وأوف الدياجونال كان واحد والباقي زيرو والباقي زيرو. أو بيكون عندي أول رو أرقام والأوف دياجونال لتحت بيكون واحد زيرو. وعادة كان عندي البي أظن كان يبقى عندي زيرو 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 بعدين واحد بالآخر. أو إذا كان هذا فوق بيكون البي واحد من هون. هذا بيكون بالكنترولبل كانونيكال فور. إذا مش بالكنترولبل كانونيكال فور فيش حاجة إني أحوله. رح نشوف كيف ممكن أغير كي بحيث إنها تكون مناسبة للحالة هاي. إذا نأخذ مثلا خلينا نأخذ مثال عليها. نأخذ هذا السؤال. هذا السؤال desired location. هاي في عندي system حاطين له إحنا desired location of the poles. طبعا هو هذا السيستم third order system. كم desired لازم يكون؟ ثلاثة. فعندي S1 S2 هاي location of the desired pole ناقص 2 زائد ناقص 4 جي. معناها هذول ايش التو بولز؟ كومبلكس كونجيجيت بير. والثالث محطوط على انه ناقص 10. فمعناها اذا بنرسم هذول هون لو رسمناه بشكل مبسط هون البولز هذول المطلوبين ناقص 10 1 2 3 4 5 تقريبا هذا هون لوكيشن. بعدين عندي ناقص 2 زائد 4 ناقص 4. فهذا السيستم هو ثيرد اوردر سيستم. انا بدي اغير الاي تبعته بحيث انه مكان البولز تبعته تصير هون 2 بولز وبول هون موجود. هلا الستيت سبيس موديل للسيستم اي بتساوي 0 1 0 0 0 1 ناقص 1 ناقص 5 ناقص هذه أول شيء. بعدين عندي B بتساوي 0 0 1. هل هو في كنترول بالكانونيكال فور؟ أوكي هذا هو المهم هون. بعدين عندي C بتساوي 1 0 0 وما في شيء دي عندي. إذا هذا السيستم. هلا أحد الأشياء لازم نعملها قبل ما أحاول أصمم لازم أتأكد إنه السيستم completely state controllable. نعملها هون هلا عشان ما نضيعش وقت كتير بالضرب ماتريسيز. انا راح اخذ الريزلتس الموجوده هون وراح نحطها. فبدنا نطلع M حتى نطلع M انا مش حاسبها هون. طيب نحسبها مش مشكله. اذا بدنا نطلع M لهذا السيستم هلا حتى اطلع M بيساوي عندي هون B A B A سكوير B. هلا B عندي موجودة بدنا نطلع الآن A B. A B هتساوي رح ناخذ هاد في هاد ايش رح يعطيني؟ زيرو مش هيك؟ ناخذ هاد في هاد رح يعطيني واحد وبعدين هاد في هاد رح يعطيني زيرو زيرو ناقص ستة. بعدين رح أضرب هذا في A رح أضرب الآن A مضروبة في A B واحد هذا A في AB هاي هاي في هاي رح تعطيني واحد هاد في هاد ناقص ستة وآخر إشي بعدين هذا في هاد رح يعطيني ناقص خمسة وزائد 36 مش هيك اللي هي 31 مظبوط. فM الآن بتصير عندي تساوي رح ناخذ B اللي هي 001 AB 01 ناقص ستة وA سكوير B اللي هي 1 ناقص ستة 31. نفحص الديتيرمنت تبع M قديش لازم الرانك تبعته تكون؟ لازم تكون 3 او يعني بدها تكون الديتيرمنت هاي نون سنجلر مش هيك؟ اسهل وحده ناخذها هاي 0 وهاي 0 ممكن ناخذ هاي اللي هي 1 مضروبه في الديتيرمنت هاي
اللي هي ناقص واحد مش هيك؟ إذن السيستم فول ستيت كنترول. لازم نعمل هذا الفحص قبل ما نكمل. هلا حتى نطلع قيم كي، هلا هذا اذا كان السيستم في الكنترولبل كانونيكال فورم، كي مباشره بتطلع معي بالشكل التالي. ايش راح تكون دايمنشنز على فكره تبعت كي؟ 3 في 1 ولا 1 في 3؟ 1 في 3 مش هيك؟ راح يكون عندي هون بالحاله هاي 3 ارقام. هلا خلينا بس نراجع شغله قبل ما اكمل. راح نطلع على الفورم اللي بنحط فيه اوجاتا البولينوميال. راح لازم نتبع طريقه معينه. فعندي هون s to the n a0 زائد a1 to the s minus 1 زائد a2 to the s n minus 2 لحد ما اوصل a n minus 1 to the s1 زائد a a minus 1 a n مش هيك مضبوط في s to the 0. هلا رح نفترض دائما انه احنا بامكاننا نحوله بحيث انه a0 دائما مش هيك، مش بقسم كلهم على الهاي بصير بولينوميال. فهذا الكاركترستيك بولينوميال، الكاركترستيك بولينوميال. هلا في كتب بتستعمل ارقام مختلفه عن هاي الارقام، او يعني كونفنشن مختلف. انتوا استعملتوا هذا ولا استعملتوا a n to the minus 1 هون لما كنتوا تعملوا؟ كيف كنتوا تعملوا ال؟ طيب رح نتبع اذا هذا الكونفنشن، ما هو لازم كونفنشن عشان لما احط الارقام اللي موجوده هون. هلا هذول الايز رح نسميهم the coefficients is are the coefficient. قسمت على A0 يعني انا هو راح يطلع رقم جديد، بس نفترض الجديد هو ما فيش هذه في A0 واحد، مش بقدر اعمل هيك. ما بأثر الكاركترستيك بولينوميال راح اساوي انا بزيرو. فاذا بقدر اقسم اول coefficient واتخلص منه اخلي بقيه الكوفيشنتس الثانيه. اذا A's are the coefficients of the characteristic polynomial او characteristic equation. إذا هاي للحالة the existing coefficients of the existing راح نحطهم هون، راح يكونوا راح يبدوا عندي minus a to the n minus a to the n minus 1. نحط هاي بشكل عام. مش فاهم نعم؟ مش فاهم شو وين هذا اللي هون؟ طيب هلا لو اجينا اطلعنا على a، مش a انا بقدر اطلع منها characteristic polynomial اللي كنا نطلع منه الايجن فاليوز مش هيك؟ شو الكاركترستيك بولينوميال؟ الكاركترستيك بولينوميال هو اس اي ماينس اي ديترمينانت بتساوي زيرو مش هيك؟ مش هاي رح تعطيني معادله في اس الاوردر تبعها شو رح يكون؟ رح يكون الاوردر تبع اي مش هيك؟ فاذا اي كانت 3 باي 3 لازم يطلع هذا في عندي اس كيوب فيه مش هيك؟ ولما هذا بساوي له زيرو الحلول بتعطيني الايجن فاليوز تبعت اي اللي هي البولز مظبوط؟ فأنا إذا جيت على A طلعت A الأصلية، هي حطيت أنا الـ existing A الأصلية اللي موجودة هون، هاي بقدر أحل منها وأطلع الـ coefficients تبعت الـ characteristic polynomial. بحط SI minus A تساوي 0 determinant تبعها بيساوي 0 بيطلع معي هذا. نحلها هلا إذا بدك قبل ما نحلها نطلعها هلا هذه هون. SI minus A شو هي؟ SI minus A تساوي، نطلعها أول شيء كماتريكس SI minus A يعني عندي بالاس اي راح يكون في اس واس واس والبقيه زيروز مش هيك؟ فبصير عندي اس minus 0 راح تعطيني اس وبعدين عندي هون minus 1 0 وبعدين عندي هون 0 وهون عندي اس minus 0 وهون ناقص 1 وهي راح تصير 1 و5 وهي اس plus 6 مش هيك؟ خذ الديتيرمنت وساويه بزيرو بتصير عندي الكاركترستيك ايكويشن هي اس مضروبة في الديترمنت هذا، الديترمنت هذا اللي هو S في S بلس 6 ماينس ماينس بتصير بلس 5 مضبوط هيك؟ مضبوط هيك في شيء S عندي S في الديترمنت تبعت هاي، بعدين بدي اكمل بدي اخذ الناقص 1 مش هيك؟ بعدين عندي ناقص ناقص 1 زائد 1 مضروب في هذا زيرو وهذا راح يصير عندي بلس واحد مظبوط ماينس ماينس وهاي ماينس فبصير عندي الكاركترستيك بولينوميال بصير اس كيوب هاي راح تصير اس سكوير بلس 6 اس بلس 5
وهدول مضروبين هيك في S مضبوط. فهاي راح تصير S كيوبت S سكوير S زائد واحد. مضبوط هيك؟ هذا هو البولينومي. هذا هو الكاركترستيك بولينومي اللي منه بطلع الايجن فاليوز اللي بحكي لي عن البولز تبعت هذا السيستم. إذا طلعت الايجن فاليوز تبعت إذا طلعت الروتس تبعت هذا بتكون هي الايجن فاليوز تبعت السيستم مش هيك؟ هذا of the existing system. هلا كمان راح يكون في عندي بولينوميال للديزايرد سيستم. شو يعني ديزايرد؟ اللي بدنا اياه. طب هذا وين البولز تبعته؟ هاي مش بقدر اطلعه الان هذا. اذا الكاركترستيك ايكويشن الكاركترستيك ايكويشن اوف ذا ديزايرد بولينوميال راح يكون من راح ناخده من هذول. فراح يكون عندي S plus 10 وراح أضربه في S plus 2 minus 4J S plus 2 plus 4J مشان وهاي تساوي 0 راح تعطيني الكاركترستيك بالنوم اللي هو نضرب هلا هذول ببعض. شو بعطوني؟ خلي S plus 10 برا. هاي المفروض تعطيني S سكوير مضبوط plus 2S plus 4JS زائد 2S زائد 2 في 2 4 وبعدين آخر إشي زائد 8J وآخر إشي عندي ناقص 4J في S ناقص 8J وناقص زائد ناقص 4 في 4 16 هلا المفروض الجيز اللي شغلنا مضبوط كل الجيز يلغوا بعض مش هيك؟ عندي 4 زائد 4 زائد 20 دكتور الجيز الاخيره مش راحت الجيز بس تاكد اول شيء انه الجيز بروحه مش هيك؟ بس 16 بدون جي 16 مضبوط جي تربيع بتصير بلس مضبوط 8 جي وناقص 8 جي بروحه 4 جي وينها؟ جي اس مع جي اس 4 جي اس مع 4 جي اس بروحه صار عندي 2 اس 16 و 4 16 و 4 20 2 S و 2 S 4 S ضل إشي تاني S تربيع زائد زائد و S plus 10 الإشارات صحيحة اللي عملناها. هلا بنضرب هدول كلهم. خليني أمحي هاي نضرب هدول كلهم ببعض. هذا لسه بيساوي 0 فبصير عندي هلا S cubed زائد 4 S تربيع زائد 20 S زائد 10 S تربيع زائد 40 S زائد 200 مضبوط تساوي 0 بصير عندي هلا S كيوب 4 S تربيع و10 بتصير 14 S تربيع 20 S و40 S تعطيني 60 S وزائد 200 مش هيك؟ هدول رح نسميهم ألفز. فالديزايرد رح نسميهم ألفز والإكزيستينج رح نسميهم إيز. كل واضح شو الألفز؟ رح أفترض نفس الإشي ألفا N رح أفترضها واحد زي ما فرضت AN فرضتها واحد. فرح تصير عندي هذه ألفا N هاي ألفا N minus 1 ألفا N minus 2 لحد ما وصل ألفا 0 زي ما عملت هون عفوا ألفا هون ألفا 0 عفوا ألفا 0 ألفا 1 ألفا 2 لحد ما وصل ألفا N زي ما عملت هون A0 A1 لحد ما وصل AN. هدول هلا الK راح يكون عبارة عن ألفا N minus AN هاي أول ترم الفا ان ماينس 1 ماينس اي ان ماينس 1 لحد ما وصل في النهايه الفا 1 ماينس اي 1. فيش الفا 0 واي 0 راح يكونوا 1 و 1 وراح يصير عندي الجواب النهائي وهذا راح يعطيني كي. ايش الدايمنشنز تبعته؟ المفروض يكون 1 في ان فببدا بان وبنتهي ب 1 فعندي ان تيرمز. تذكروا انه هذا كله لسنجل انبوت سنجل اوتبوت سيستمز ولذلك لو هذا مش هيك كان بده يكون هذا عدد الانبوتس في ان 2 في ان 3 في ان 4 في ان اوكي.